فادي يعني اول شيء بدي اقول لك مبروك حبيبي. قدرتوا فزتوا المباراه، ما كانت هينه ابدا عليكم كمان المباراه، وانت عملت تريبل دبل، عم تلعب بطريقه لتقدر تساعد فريقك، بس تشرين الاول دائما بتكون ناجح فيه بتريبل دبل، السنه الماضيه ب 22/10 اليوم ب 21/10 عم تعمل تريبل دبل. يعني هلا ان شاء الله هذيك السنه ما ربحنا البطوله ان شاء الله. انا ما فكرت هيك. لا الحمد لله انه يعني اول شيء الجيم على طول بطرابلس صعب، وعلى طول على ارض المتحد صعب، مش من هلا، من سنين لقبل. وهيدي افتتاح اول جيم، صاركم 3 سنين ونص تقريبا مش ما حضرنا مزبوط، لعبنا كلها جيمين مع بعض قبل، كان في لعيبه المنتخب اجوا مؤخرين واي تي اجوا مؤخر من الصين، فكنت بس الحمد لله المهم الربح ربح، شوي شوي نتاقلم مع بعض، في هلا للجمعه لازم تحضر مزبوط لجيم الجمعه، وشوي شوي الفريق بفوت بالجو، فريقنا منيح وعنده بوتنشل عالي، بدنا نلعب بريتم اسرع لنكون احسن. انا بتمنى لك توفيق فادي.